تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أرسلت مصر عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني الشقيق للتخفيف من معاناته غير المسبوقة جراء العمليات العسكرية الراهنة. يأتي ذلك انطلاقا من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء وتقديم الدعم لهم في مختلف المحن والأزمات. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم والمعاونة إلى دولة لبنان، أقلعت طائرة مصر للطيران طراز بوينغ 777 من مطار القاهرة الدولي، محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية المقدمة من الدولة المصرية للشعب اللبناني الشقيق للتخفيف من معاناتهم غير المسبوقة التي يعانون منها جراء العمليات العسكرية الراهنة. وشملت المساعدات الطبية والإغاثية المقدمة كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والخيام والبطاطين لدفعها إلى المستشفيات اللبنانية والمناطق الأكثر احتياجاً. يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن لهم في مختلف المحن والأزمات.